كأس أمم إفريقيا 2024. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ومن خلال هذا الطريق السالك إلى البوديوم وهذا الاعتراف الجميل من جانب المنتخب الأنغولي يظهر أنه لدينا صعود موفق وتتويج مستحق. توزيع الميداليات من طرف رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد الدولي، هنا توشيح الميداليات أيضا من طرف شكيب بن موسى، سيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. والاحتفالية كبيرة بمواجهة اليوم ولقاء اليوم الذي نعم عشنا من خلاله أداء جيدا وأيضا صورة جيدة لكرة القدم الوطنية التي أمتعتنا وقدمت مشوارا رائعا. ارفع راسك ونقولها مرة ثانية، أنت مغربي، أنت تستحق الألقاب، أنت تسير نحو الإنجازات، أنت تسير بهذا الشكل لتكون في بوديوم الأبطال، الأبطال الذين يصعدون منصة التتويج ويتألقون في هذه المشاركة الإفريقية في هذا المحفل الإفريقي. تحية لكل الأسماء، تحية لكل اللاعبين فردا فردا اسما اسما، أولهم يوسف جواد المصاب، ثم بقية الأسماء عبد الكريم بيا، سفيان بوريط، سفيان المسرير، بلال البقالي، إدريس رئيس الفني، أنس الدحاني، أنس العيان، عثمان إدريسي، إسماعيل أمازال، هنالك سفيان الشعراوي وعثمان بومزو، محمد شيريدو وخالد بوزيد، وفي مقدمتهم المدرب المتألق الرائع هشام الدقيق. كأس أمم إفريقيا 2024 بين يدي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، وتسلم في هذه اللحظات إلى عميد المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة. ألف 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 مليون مبروك، ألف مليون مبروك، نحن الأبطال، نحن الأبطال، كأس الأمم الإفريقية مغربية خالصة. المغرب يتوج للمرة الثالثة بشكل رسمي ويحمل الكأس بشكل رسمي في حفل بهيج وفي مساء رائع وفي أمسية خالصة هنا بمدينة الرباط. احتفالية كبيرة هشام. أكيد احتفالية كبيرة وأجواء رائعة واحتفال كبير، أحسن كأس إفريقيا اللي مرت عبر التاريخ تنظيميا كرويا جماهيريا، فصراحة تنظيم رائع ورائع جدا. ممتاز ممتاز، وهذه كنشوفوا الكاس التي تحمل من طرف العميد المسراب اللي قام بجهود كبير، ايضا العميد المسراب في هذه المشاركه ايضا الافريقيه. اللاعبين كاملين قاموا بمجهود كبير، مشكورين المجهودات ديالهم، فالحمد لله ما مشاتش في الخوا، فاللقب الثالث فهو لقب غالي علينا لانه بالارض ديالنا بالبلاد ديالنا فنحافظوا عليه. فالحمد لله للاعبين للطاقم التقني للطاقم الطبي، فمشكورين وهنيئا لهم. هنيئا للجميع. اذا مشاهدينا الكرام بعد هذا الاحتفال بعد هذه المتابعه، هنيئا لكل هذا الطاقم ولكل الجماهير ولكل المساندين. هذا محمد العدالي كيحييكم من داخل قاع المغطاه تابع المجمع الرياضي الامير بن عبد الله مدينه الرباط. اذا متابعينا الكرام ماذا نقول؟ الف مليون تريليون مبروك للمنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل الصاله على التتويج بكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بعد هزيمة منتخب أنغولا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. مباراة رائعة، منتخب رائع، مدرب رائع، جماهير رائعة، تنظيم رائع، طاقم فني رائع، كل شيء رائع في هذه النسخة ديال كأس إفريقيا لكرة القدم داخل الصالة. إن شاء الله الموعد يتجدد
في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالة، ليس فقط المشاركة وإنما التنظيم كذلك. نعم متابعينا الكرام، إن شاء الله التنظيم ديال كأس العالم لكرة القدم داخل الصالة غادي يكون في المغرب، وعلى ما أظن في سنة 2027. فبهذا التنظيم الرائع وبهذه النسخة الرائعة يجدد المغرب مجددا ويؤكد مجددا على قدرته على تنظيم المحافل الرياضية العالمية، وعلى أن المغرب مجهز بالبنية التحتية اللازمة لاحتضان كل التظاهرات بالشكل المطلوب وبالشكل المثالي. فمجددا مليون تريون مبروك للمنتخب الوطني المغربي. هذا التتويج صراحة منتخب أكثر من رائع، منتخب أقل ما يقال عنه منتخب قوي، منتخب جبار، منتخب انتصر في كل المقابلات وحقق يعني اللقب الثالث على ما أظن للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل الصالات. وكما قلت لكم نتمنى أن نرى نفس التتويج في كأس العالم، لما لا كأس العالم لكرة القدم داخل الصالة للنسخة المقبلة، كذلك للنسخة إن شاء الله اللي غادي تنظم هنا في المغرب. فهذه كانت الفرحة الأولى متابعينا الكرام، هاد المشاهد اللي شفناها هي الفرحة الأولى. نتمنى أن تستمر الفرحة هذه الليلة مع إعلان فوز فريق نهضة بركان على حضارة الجزائر. فريق نهضة بركان الآن هو قادم إلى المغرب، متواجد حاليا في المطار، إن شاء الله غادي تكون عندهم الرحلة مع 12 ديال الليل، وغادي يوصلوا لوجدة مع او بعد 50 دقيقة، يعني وحدة القسمين غادي يكونوا في المطار، غادي يكونوا وصلوا لمطار وجدة. حسب المعلومات ديال الصحفي انس ازم، فان يتم التحضير لاستقبال رائع جدا لفريق نهضة بركان في المطار ديال وجدة وكذلك في بركان، وهذا اقل واجب يمكن ان نقدمه لفريق نهضة بركان بالمسؤولين باللاعبين، لانهم هزموا حضارات الجزائر بالمخابرات ديالهم، بالجيش ديالهم، بالشرطة ديالهم، بالمخططات الدنيئة ديالهم، بالمؤامرات والاستفزازات الدنيئة ديالهم. فنتمنى ان يكون هناك استقبال رائع جدا للفريق ديال نهضة بركان، يعني باش نعطيهم يعني حقهم من هذا الانتصار الرائع الذي حققوه في حاضرة الجزائر، في عقر ديار حاضرة الجزائر، وما قبلوش على انهم يتنازلوا على القميص ديال المنتخب الوطني المغربي، عفوا القميص ديال فريق نهضة بركان اللي في خريطة المملكة المغربية كاملة، وإن كانت في نظرنا ما زالت ناقصة بالصحراء الشرقية، ولكن طبيعة الحال غادي تجي في المستقبل. فهذه الأخبار متابعينا الكرام حاليا مجددا. مليون تريون مبروك للمنتخب الوطني المغربي التتويج، وإن شاء الله الفرحة تكون مستمرة بعد صدور القرارات الرسمية ديال الكاف بإعلان فوز نهضة بركان بثلاث أهداف لصفر بعد عرقلة نظام حضارات الجزائر لسير المباراة واحتجاز الأقمصة. وراكم شفتوا بطبيعة الحال تلك الاستفزازات الكاملة لدارها نظام حضارات الجزائر. متابعينا الكرام سوف أوفيكم بالمزيد من التفاصيل إن شاء الله في قادم الساعات والفيديوهات.